السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنحاولوا نشوفوا ان بتي ارموار الكتريك اللي غنشوفوا لي كومبوزون ديالو لي زاكسسوار اللي فيه وكل اباراي غنحاولوا نشرحوا الدور ديالها. مثلا اشنا هو الدور ديالها، اشنا هما لاليمونطاسيون ديالها، اشنا هو الدور ديالها في لا ماشين، يعني كل كومبوزون غنحاولوا نشوفوه على حده. دونك تبعوا معنا باش نشوفوا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحاولوا نشوفوا واحد ارموار الكتريك اللي تتكون من زاباري الكتريك. دونك حنا كل اباري غنشرحوها على حده باش نفهموا الاخوان ديالنا. يعني اول حاجه كما العاده الموالفين ديما اننا تنشوفوا هو العقل ديال لا ماشين، هو لوتوماس بروغرامابل. اشنو هو ان اوتوماس بروغرامابل؟ ديجا حنا دهنا واحد الفيديو تنشرحوا فيه الدور ديالو، ما فيها باس ان ندير واحد تيليفزيون باش يفهموا الاخوان ديالنا. دونك ملي تتكون اصلا من راك، هي هذاك السوق اللي فين تركب لي بلوك ديال لوتوماس بروغرامابل. كاينه عندنا هنايا الاليمونطاسيون ديالو الفانتكاب اللي تعطينا الفانتكاب باش يخدموا هاد لي بلوك اخرين. عندنا هنايا السي بي اي، هو المخ كما تنقولوا العقل ديال لوتوماس بروغرامابل. هنا عندنا الام 340. هنايا عندنا ملي تنشوفوا الدي دي اي، يعني بلوك ديال الانبوت، يعني بلوك دونتري. ملي تنشوفوا هنايا الدي او، يعني بلوك ديال الصوت، يعني الاوتبوت. دونك لوتوماس بروغرامابل هو كما تنقولوا هو العقل ديال لا ماشين، هو اللي تيخول لينا ان يعطينا هذاك لي موفمون ديال لا ماشين كامله، اللي تيسمح لينا بان باش تقدر تمشي مثلا تحرك لي موتور، مثلا تيجيو لي سينيو من الكابتور، يعني اي حاجه ديال لا ماشين تجي لهاد لوطومات هو اللي تيفرق لي كونسين ديال لا ماشين. دونك حنايا لوطوماس بروغرامابل شفناه. هنا عندنا واحد كارت ديال الكومينيكاسيون اللي تنديرو بها الكومينيكاسيون بين السي بي اي وبين لا ماشين ديالنا، تتسمى كارت كومينيكاسيون. هنا عندنا واحد باور سبلاي كما تنقولوا، هي مثلا اليمونطاسيون اللي تشونجي لينا الطونسيون. هنا عندنا طونسيون الالترناتيف 220، الطونسيون الالترناتيف بين ال بين الفاز والنوتر، وتتحولها لينا الطونسيون كورو كونتيني لا اوت، يعني الدي سي بين البليس والموا. دونك هنايا عندنا مثلا هنايا عندنا الانديجونكتور، يعني ديال البروتيكسيون. هنايا عندنا ديروا لي ابروش، يعني ديروا لي ابروش، هما واحد الاباراي اللي تتكون من لابوبين ودي كونتاكت. هاد لي كونتاكت اللي تنحتاجوهم حنايا في لي كوموند. دونك هاد النوع ديال لي بلوك تيتسمى النوع ديال هذا النوع ديال لي رولي، تيتسماو رولي ابروش. هما يمكن لينا اننا نزولهم، انا يمكن لي انني نزول شي واحد باش تشوفوه. ها هو يمكن يتحيد، عنده سميتو، عنده هاد السنينات هي باش يكونوا هنا بحال تنقولوا هنا هو الكونتاكت ديالو. هاد السنينات هما اللي تعطيونا الكونتاكت باش يدوزوا لهاد السوكل اللي تيتسمى السوكل اللي غنتحكموا في سميتو. دونك غنحاولوا نردوه. دونك كاين بزاف ديال الانواع ديال لي رولي ابروش. كذلك مثال هنايا عندنا ديروا لي تسمى رولي نيفو. دونك هاد رولي نيفو تنحاولوا ان شاء الله نديروا عليه شي فيديو باش نفهموه. هو عباره على اشنو هو رولي، تيتحكم لينا في النيفو ديال الماء، بحال اللي تيكون في لي بومب بالنسبه لي بومب ديال لي بوي ديال البيار. دونك عندنا النيفو ماكس الميني والكوماند ديالو. دونك راه تري سامبل، ان شاء الله نحاولوا نديروا شي وقيت ونديروا شي فيديو اللي نشرحوا بالاخوان ديالنا اللي تيخدموا هذا الشيء ديال البيار، كيفاش يمكن لينا نتحكموا فيه، كيفاش الريغلاج ديالو. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي خص يعرف الانسان. هنايا هذا كونتاكتور سامبل، يعني كونتاكتور دولين اللي عندنا هنايا ال1 و ال2 3 دي كونتاكت برينسيبال، وعاد عندنا لابوبين ديالو هي ال1 و ال2. وعاد كاينين هنايا تيتسماو دي كونتاك اوكسيليير، مثلا هنايا ملي تنشوفو الان سي يعني كونتاك فيرمي، وملي تيكون ان او يعني كونتاك اوفير. دونك هنايا عندنا لي بورت فيزيبل،
لي بورت فيزيبل همايا مثلا غنحاول انا نحي شي واحد باش يبان لينا. هما عباره على هانت تشوفوا بحال هكايا فيه لي فيزيبل اكارطوش. ها هما يا هما هادو دونك هذا تيتسمى بورت فيزيبل. حاولوا نضو شفنا هنايا لي بورت فيزيبل. عندنا هنايا هادو تيتسماو انيتي ستوندار كلاسيك. هو عباره على ديسكونتاكتور يعني ماشي شي حاجه ما تيبان الشكل ديالو تختلف. ديسكونتاكتور سامبل يعني تيتكون من دي جونكتور موتور او كونتاكتور. صافي هذا هو الدور ديالو. انا نحاول نبين لكم هنايا هو فيه بحال دي جونكتور موتور يعني تيتكون من المانيطو اللي تنشوفوا هذا الرمز ديال الاي وهذا سميتو راه يعني مانيطو. هنا تيرميك هنا تيرميك يعني تيتسمى مانيطو تيرميك. دونك بحال ديال البرانسيب ديال دي جونكتور موتور. عندنا كونتاك ديالو كاينين دي كونتاك اوفر وكاينين دي كونتاك اللي فيرمي. تندخلو 380 ديالو وتنخرجو تتمشي للموطور. دونك هنايا تتكون البروتيكسيون اللي تتحكم لينا في الموطور. دونك هذا عباره على تسمى يونيتي ستاندارد كلاسي. هنايا تتكون زايده هاد الاباراي يعني هاد الاباراي هادي تتسمى انفيرسور. هذا تسمى بلوك انفيرسور يعني هنا ديسكونتاكتور سامبل وهنا تنزيدو هاد البلوك هذا اللي تيتسمى الاي ال اي 2 ام بي او بي ال. دونك ديال شنايدر هاد لاباراي ديال شنايدر اللي تدير لنا الانفيرسور. هما راه الا كانت بوزيسيون مثلا 2 راه تمشي في هاد الاتجاه ولا كان في هاد الان راه تمشي في هاد الاتجاه. يعني شي حاجه اللي شويه يعني ماشي هذيك التقليديه هذاك ديسكونتاكتور التقليدي. هذا شويه نوفو عليه. دونك هنايا عندنا لي بلوك هنايا لي بورت فيزيبل. هنا عندنا لي فارياتور ديالنا. دونك هنا كاينين دي فارياتور دي فيتاس. هنا عندنا دي فارياتور دي فيتاس النوع ديال شنايدر. يعني راه كنا ديجا درنا واحد فيديو على هاد لي فارياتور دي فيتاس ما فيها باس ان نشرحوا ما هي فارياتور دي فيتاس. فارياتور دي فيتاس هي واحد اباراي الكتريك اللي تتخول لنا ان نتحكموا في لا فيتاس ديال الموطور. يعني تندخلوا لي دوني ديال الموتور اللي عندنا وبها تنقدروا نتحكموا به. الا بغينا مثلا سونس افون سونس اريار بغينا نزيدوا في لا فيتاس ولا بغينا ننقصوا. يعني فيها بزاف ديال الخصائص اللي تتمكننا ان نتحكموا في الموتور ديالنا بواحد الاريحيه بواحد الطريقه اللي معقوله. دونك هنا كما ديجا هضرنا انه هذا كونتاكتور تسمى كونتاكتور دولين. هاد لي كارت اللي كاينين هما اللي كنا هضرنا عليهم انه لي كارت ديال الكومينيكاسيون. دونك هنايا عندنا هنايا الكومينيكاسيون بروفينات اللي دايرين بها الكومينيكاسيون بين لي فارياتور. هما الا لاحظتي هنايا راه عندنا الكومينيكاسيون بروفينات اللي دايرين بها بين لي فارياتور وبين السي بي اي ديالنا بالنسبه للطومات. دونك هنا سان ترانسفورماتور. هنايا سان ترانسفورماتور اللي تيحول لنا من 200 من 380 ل 220. دونك هنايا عندنا هادو تيتسماو دي بورني. دي بورني ديال هما اللي تيديروا لنا ليزون بين الكابل اللي جايين من لا ماشين يعني لي كابل اللي تيكونوا جايين من لا ماشين وبين لارمور ديالنا. هنايا عندنا هادو بالنسبه لهاد لي بورني تيتبرونشاو في الراي اوميغا. كاينين دو تيب كاين اللي تيتبرونشاو في الراي اوميغا وكاين اللي تيتبرونشاو في الراي دي. دونك هادشي كاع اللي تتعلق بالنسبة ل الأرمورة إلكتريك. دونك يعني هادشي راه طري سامبل. ملي تنشوفو مثلا الأرمور ملي تيكون فيه أن أوتوماتيك بروغرامابل يعني تنقص علينا لي زاباري إلكتريك ما تتكونش بزاف ديال لي زاباري إلكتريك. هنا عندنا واحد الكوميتاتور اللي تنطلعو به الضو ونحطوه يعني ديال بروتيكسيون. تيبان ليا على أننا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا الارموار. ان شاء الله نشوفوا حوايج اخرى اللي باش نستافدوا كاملين. دونك الله يعاونكم الى الملتقى ان شاء الله باذن الله.